وعندي البانكيك الكالينوري كريب ليه كذا اسم. العجينة واحدة بس ممكن اعمل منه حلو وحادق. عندي جبنة قريش وطماطم بوريه مشروم وبصل وتوم وفلفل الوان لوز محمر. طب لوز محمر ليه؟ طيب ما هما جابوش ليه؟ جبنة برمزان وزعتر ريحان لبن ودقيق وكريمة لباني. طيب بصوا يا جماعة نعمل المكونات الأول بتاع الحشو. ادي حتة سمنة، ادي بصل، كسل كسل كسلوني. طيب كده هنا هنقسم العرب عربين زي ما بيقولوا. نبي يا استاذ ابراهيم لو سمحت بعد اذن حضرتك سعادتك، عايز شويه جمبري وملوخيه دي كده للصلصه بتاعتي، وده للمشروم. يا حبيبي يا حبيبي، ادي شويه زعتر دي طماطم بوريه ودي طماطم فريش. نطلع بدي على جنب كده ونخش دي كده. قوم بقى ايه سلطان بيبر. اهو. طيب هنعمل بشاميل بتاعتي. بحبك يا رسول الله. كده حطينا زبدة او سمنة مع مكعب مرق لصوص البشاميل. ادي الملك، انا لا ملك ايديك. ادي كريمة لباني، طيب شوية الطماطم دول. هنا سبتها تبرد شوية وانزع عليها بالجبنة القريش. اهي وعندي ادي الكالونوري، حبة وايت صوص اهم، وادي طماطو صوص. وادي البانكيك. صلى على النبي.
تمام كده يا باشا؟ احضرني. ادي شويه نابوليتان، شويه نابولي، ادي الباشا مل. وادي حبة بارميزان. ونخش بقى الفرن بيه.